تمام 10:30 ليلا في استديوهات قناة اليوم الفضائية، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الرياضة اليوم. عاد أرسنال من ويلفرهامبتون بثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على فريقها بهدفين نظيفين في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. محاولات الفريقين لم تثمر ليذهبا للاستراحة بشباك نظيفة. وفي الشوط الثاني نجح الفريق اللندني بهز الشباك مرتين بواسطة لاعبه النرويجي مارتن أوديغارد لتنتهي المباراة بفوز أرسنال الذي عزز صدارته ب 37 نقطة، فيما بقي ويلفر في آخر الترتيب بعشر نقاط. وفي ملعب الاتحاد حقق برينفورد انتصارا مفاجئا بهدفين لهدف على مان سيتي حامل اللقب في افتتاح الجولة 16. سجل للزوار إيفان توني، بينما سجل هدف السيتي فيل فودن. وبخسارته تجمد رصيد السيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر. مشاهدينا الكرام، لمناقشة أبرز مباريات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ينضم إلينا من حلب الكابتن أحمد وفا شعار، المدرب والمحلل الكروي، ومن السويس في مصر الإعلامي المختص بالكرة الإنجليزية إسماعيل يوسف. أبدأ مباشرة من حلب مع الكابتن أحمد. أهلا بك كابتن أحمد، ونبدأ مباشرة من مباراة القمة التي انتهت لصالح الجانيرز بهدفين مقابل لا شيء في ملعب ويلفرهامبتون. مساء الخير لك ومتابعين الكرام. الحقيقة فريق الأرسنال بيقدم متعة كروية رائعة وبيقدم مباراة يظهر فيها فريق الأرسنال قيادة أرتيتا نوع متميز من النضج الكروي والمتطور للعب الجماعي، وامتلك كثير من الشجاعة في الضغط في منطقة الخصم. طبعا هو عم يبدأ اللعب بشكل منتظم وضاغط منذ بداية المباراة، وامتلاك المساحات والتفكير في إيجاد الحلول والأمانة للانضباط التكتيكي. طبعا المدرب تيتا فعلا بشكل رائع بيتفضل اللاعبين بشكل رائع جدا في حالة الانتشار وفي حالة التحضير والتدرج الانتقال، يعني الشكل كثير مرتب ومدروس تكتيكيا في انتقال من طريقة لعب 4-3-2 إلى 5-2-3-5 الهجومية. طبعا بمشاركة ساكا اللي كان أكثر من رائع وساهم، ساكا ساهم أكثر من 10 أهداف في آخر 10 مباريات، لاعب مبدع، لاعب عم يتقن الحلول الفردية في توصيل الكرات لجميع اللاعبين وفي خلق مسافات ومساحات رائعة. طبعا في ساليبا كان وجبلي في الدفاع كانوا أكثر من رائعين، وتحول بن وايت كان له دور كبير وبارتي إلى العمق، ايضا زينسكو كان عم بيلعب من جهه اليسار ووجوده كان كثير رائع من خلال توصيل الكرات الى خط الوسط وفي اليمين الى جيسوس في العمق. جيسوس تعودنا عليه يلعب كمهاجم صريح، ادى دوره رائع. مارتيني في اليسار كان في تحركات كثير، هو في المنتصف الحقيقه خلق منظومه عمل جماعي رائع في فريق الارسنال، فريق يسير بخطوات ثابته الى الصداره. نعم، خلينا نتحول إلى السويس مع الكابتن إسماعيل. عفوا إسماعيل، ماذا فعل أرتيتا بالمدفعجية حتى تصدروا وعززوا صدارتهم قبل نهائيات كأس العالم؟ في البداية شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم كل المشاهدين والكابتن أحمد. حقيقه ارتيتا يعني فاجئ الجميع السنه دي على عكس يعني المتوقع. الجميع كان متوقع اصلا ينافس على مقاعد اوروبيه، الوصول لمقاعد الشامبيونز ليج، هذا يعني اكثر ما تمناه البعض من مشجعين ارسنال. لكن ارتيتا الامانه فاجئ الجميع بمنظومه عمل رائعه هجوميه مبنيه على اكثر من حاجه، كان فعلا محتاج الوقت وكسب الرهان اللي راهنت عليه اداره ارسنال ان ارتيتا فعلا محتاج دعم، محتاج نوعيات لعيبه عشان ينفذوا السيستم اللي عايز يلعب بيه.
فبالتالي لما الإدارة صبرت عليه وقدرت توفر له اللعيبة اللي تقدر تنفذ اللي هو عايز يعمله، شفنا الشكل الممتاز ده كمان في ظل يعني انخفاض مستوى المنافسين زي مانشستر سيتي اللي بيقع في أكثر من مباراة، ليفربول، تشيلسي. ده برضو يعني ادى شكل ورونق لأرسنال اللي هو بيغرد في السرب لوحده. فلو رجعنا لأرتيتا تاني وإيه التحول اللي حصل، أعتقد اختياره العناصر اللي مناسبة لطريقة لعبه والأفكار اللي عايز يلعب بيها، إضافة زينتشينكو مع جابرييل خيسوس، إدوا الفريق نوعا ما يعني حلول أكتر على المستوى التكتيكي وعلى مستوى العمق. الفريق قدر يغير 3 تغييرات أو 4 تغييرات عن السنة اللي فاتت، هو وجود بين وايت ناحية اليمين وكمان ويليام صليبا اللي رجع من إعارة وقدوم زينتشينكو وجابرييل خيسوس ادوا للعمق وللسيستم اللي عايز يلعب بيه مايكل أرتيتا شكل مختلف ومفاجئ كمان للمدربين ومفاجئ للفرق في البريمير ليج. الخطة اللي بيعتمد عليها أرتيتا اللي هي 2-3-2-3 أو 4-3-3 بتتحول في مرحلة بناء اللعب من 2-3-2-3 كان يعني بيلزمها بعض العناصر بمواصفات زينتشينكو بمواصفات جرانيت شاكا كمان جابرييل خيسوس المتحرك اللي بيقدر يدي مساحات وحلول للأطراف مارتينيلي وساكا. كل الحاجات دي كان محتاجة وقت ومحتاجة صبر لأن واضح إن أرتيتا كان عنده فكرة، واضح إن أرتيتا كان عنده حاجة ممكن يقدمها، بس كان محتاج الصبر، محتاج العناصر اللي يعني تقدر تنفذ الشغل المطلوب منه. الفريق فعلا يعني قدم نسخة جميلة، تلعب كرة جميلة، كرة سلسة هجومية، في ضغط عالي، في يعني في شغل وأفكار واضحة جدا من أرتيتا، يعني الأمانة مفاجئ وكمان شيء يعني بيسعد متابعين البريمير ليج اللي إنه يكون فيه منافسين تاني غير ليفربول ومانشستر سيتي اللي كانوا آخر 5 سنوات بيتنافسوا على اللقب. نعم، قبل يعني إسماعيل قبل أن أعود إلى الكابتن أحمد فقط، هل لاحظت تغييرات في خطة وولفرهامبتون بعد القيادة الفنية الجديدة، أم الفريق خاصة في شوط المباراة الأول وبعد ارتكاب صليبة لهفوة دفاعية كادت أن تكلف الجانرز هدف لولفر؟ يلعب طريقة 3-2 هي طريقة دفاعية بحتة يعني بسبب انه عدم تقديمه للعروض اللي يعني شفنا ان ترتيبه حابية الاخير. حاول يلعب بخطوط متقاربة، حاول انه ما يمنح المساحات لفريق الارسنال، بس شفنا انه الارسنال بعمل رائع بكرات عرضية عبر التمرير القصير بين اللاعبين اللي بيمتلكوا مهارات فنية رائعة يعني ساكا وجيسوس. يعني في شيء عم بيصير، عمل تكتيكي منظم وتطبيق رائع للخطة التكتيكة ونقل وتغيير مسار الكرات أكثر وأكثر واعتماده على فتح الثغرات في المنظومة الدفاعية للولفر مع تطبيق أسلوب الضغط العالي بشكل منتظم وسريع وانتشار متوازي. هالشيء كله ضمن استعادة الكرة بأسرع ما يمكن لما فريق أرسنال عم يثبت الكرة، عم نشوف الضغط العالي على لاعبين وولفرهامبتون اللي كانوا يعني ما كثير شفناهم إنه يعني كخصم مقاوم أو خصم عنيد للفريق، يعني أخذوا مساحات كثيرة لفريق أرسنال وانتشاره كان متوازن ومنع الخصم من تحطيم وتدرج في الكرة لمنطقة الخصم. طبعا يعني أجبرون على أنه يلعبوا الكرات العالية والكرات الطويلة. طبعا كان في دور كتير كبير للقادمين من الخلف من خلال حركات أوديغارد من الخلف والدخول في العمق الدفاعي لفريق وولفر والتحول كمهاجم صريح إلى جانب جيسوس كان عمل رائع جدا. يعني عم نشوف أنه الخطط التكتيكية تبعت أرتيتا عم تطبق بشكل رائع، يعني عم نشرح في الملعب مثل كأني أنت بتشرح خطة على اللوح. تحركات رائعة من قبل أوديغارد والدخول طبعا من العمق الدفاعي لأرسنال. الفريق مزيج من الكبر والشباب، شفناهم شلون عم بيمشوا بخطه ثابته وفعلا الخطه التكتيكيه يعني الجانب التكتيكي فريق عمل بمنظومه رائعه وانضباط في كل المراكز. عم نشوف الفريق كمجموعه عمل عم بيأدوا اداء رائع، وانا بعتقد انه فريق الأرسنال عم بيمشي بخطه واثقه وثابته في محاولته على الصداره. نعم اسماعيل، برينتفورد يحقق انتصار مفاجئ في ملعب الاتحاد على حامل اللقب بهدفين مقابل هدف واحد. يعني كان فيها مفاجأة نوعا ما، مباراة يعني مفاجأة مش بس النتيجة، مفاجأة أداء المدرب توماس فرانك مدرب برينتفورد بأنه قدر يفاجئ مانشستر سيتي، قدر حرفيا يقفل على مفتاح اللعب. حتى الهدف اللي جه من مانشستر سيتي هدف كان من كره كورنر وكره طايشه قدر يسجلها في الفودن، لكن اغلب فترات الماتش كنا شايفين قد ايه فريق برينتفورد واقف في الملعب صح، مقفل كل الثغرات على مانشستر سيتي، بيضيع عليهم المساحات، بيلعب ككتله دفاعيه.
ده يعني وصل واوحى للاعيبه مانشستر سيتي ان المباراه فعلا والجيم صعب عليهم. فدي حاجه بس كنت عايز اقول عليها ان المدرب توماس فرانك فعلا من اميز المدربين اللي بيلعبوا بالخطه الدفاعيه اللي بتتحول اوقات من 3 4 3 ل 5 3 2. يعني بصراحه عمل جيم امبارح محترم جدا، والهدف اللي جه في الاخر ده يعني بيتكلم مجهوده، وانه فعلا طول فترات اللقاء واقف صح في الملعب وكان فعلا بيدور على فرصه زي دي، وجات له فرصه بعدها كمان لإيفان توني في هجمه مرتده بس اللي انقذها طبعا كيفن دي بروين. فامبارح كان مفاجاه بالنسبه لي اداء برينتفورد، مش بس النتيجه، الفريق بيقدم مردود كويس، كمان إيفان توني بيبعت رساله للمدرب ساوث جيت على عدم استدعائه دي في القائمه النهائيه لكاس العالم. اعتقد كان لعيب يعني كان يستحق فرصه للتواجد مع منتخب انجلترا في ظل يعني عدم وجود مهاجمين كتير بدلا لهاري كين. طبعا هو اكيد في الاساس هاري كين، لكن اعتقد كالوم ويلسون يعني عليه علامات استفهام كتير بسبب كثره الاصابات. اعتقد إيفان توني مقدم موسم كويس جدا، كان يستحق التواجد، وامبارح اثبت ده بهدفين قدروا يعملوا مفاجاه في مباريات الاسبوع ده، ويكسب مانشستر سيتي ويبعد له اكتر من ارسنال عشان الفارق يوصل لخمس نقط. برينفورد امبارح قدم مباراه عظيمه جدا، وكان باين جدا ان الفريق مجهز ذهنيا طول فترات اللقاء. زي ما قلنا الفريق واقف صح في الملعب، عدد الشوطات اللي اتشاطت على الحارس ديفيد رايا كانوا قليلين جدا، عدد الفرص اللي اتخلقت من مانشستر سيتي كان قليل جدا على غير العاده على ملعبه. فده يدل ان فريق برينتفورد كان افضل، مش بالتبعيه عشان هو كان مستحوذ او مش معاه الكوره، لا، لكن واقف صح في الملعب مضايق على الخصم. كمان العمليات التحولات او الترانزيشن الهجوم كانت بتحصل بشكل ممتاز جدا، في تنوع، مره المرتده تكون من ناحيه اليمين، مره المرتده تكون العمق على إيفان توني وسط الاثنين متابعين. فكان امبارح في تنوع كبير وفي افكار واضحه دفاعيا وهجوميا من مدرب برينتفورد توماس فرانك. نعم كابتن احمد، فعلا اشارات استفهام كثيره على اداء السيتي في ملعبه لاول مره، ليس كالمعتاد. فريق بيب غوارديولا دائما ما يستحوذ اكثر على الكره في كل المباريات تقريبا، ويسيطر على المواجهات، وهناك نجاعه هجوميه بعد انتداب ايرلينغ هالاند، لكن امس كان الغائب الحاضر كما يقولون. فعلا سقوط مدوي على الاتحاد، يعني نتيجه كبيره انه تخسر اليوم فريق صاعد حديثا للبريمير، هي الهزيمه الثانيه لبيب غوارديولا في الدوري السيتي. اي مباراه يعني كان في لها حلول هجوميه، اعتقد انه فترات عديده من المباراه، يعني مو لانه السيتي ما كان بمستواه في الاستحواذ والضغط العالي على الكره، بس لانه برينتفورد قدم مباراه مثاليه ورائعه، كان خصم عنيف ونجح نجمه إيفان توني في اثبات نفسه كهداف. خاصة كان لقب وصيف هالاند التسجيل، لاعب اثبت بجداره انه هو يستاهل لعب في المنتخب الانجليزي. هزيمه طبعا انا على ما اعتقد برايي الشخصي بيتحمل بيب غوارديولا لوحده، لاني عودنا بيب غوارديولا لما تغيب الحلول مع الضغط العالي والاستحواذ تضغط على الفريق وتعسر عليك حتى من الكرات الثابته انه تسجل، بنشوف في تبديلات احيانا بتكون حاضره، والتبديلات الحاضره بتكون لما بيكون انت عندك يعني دكه بدلاء رائعه. يعني اليوم شفنا محرز جريليش الفاريز موجودين على ذكر الهدف، كان بالامكان يعني صنع الفارق من خلال تبديلات، مش كنا بدا الا الفارس في الدقيقه 87 من المباراه، ومباراه في تلخص الانفاس الاخيره. يعني انا بقول انه في اكثر من اشاره استفهام، وما حدا بيعرف ايش بيدور براس بيب غوارديولا، يعني المباراه فعلا غريبه الاطوار. على العكس برينفورد اللي قدم مباراه العمر بمستوى رائع وملعب اتحاد وامام حامل اللقب، مباراه بعنوان المخاطره والجراه وفتح اللعب. الفرق اللي تلعب قدام فريق المان سيتي دوما يعني تتعمد اول ربع ساعه او نص ساعه تحافظ على النتيجه وما تفتح اللعب. شفنا برينتفورد قدم مباراه رائعه وفتح لعب وضغط في بدايه المباراه، حصل على ثلاث فرص مباشره في اول ربع ساعه. حتى يعني المباراه وسائر التعادل شفنا مدرب توماس فرانك مدرب برينتفورد عم يطلب من اللاعبين تقدم اكثر والضغط في منطقه المان سيتي، وفعلا شرح انه افضل طريقه لان جاري المان سيتي انه تضغطه في ملعبه، ما تخليه يضغطك في ملعبك، ما تخليه يسيطر، ما يخليه يستحوذ. طبعا في انضباط كان في المنظومه الدفاعيه لفريق برينتفورد، والتركيز في مراقبه هالاند يعني اتى اكله، يعني شفنا انه ما عرفوا اي، حتى كان دي بروين ما قدر يفتح كثير اللعب او يشارك كثير في الهجمات جانب هالاند اللي كان هو محتاج بس توصيل الكرات باللمسه الاخيره، كما عودنا في تسجيل الاهداف. مباراه رائعه، قدموا وجبه كرويه رائعه، فريق صاعد حديثا شفنا عم يقدم
عم يجاري يتحمل اللقب وفعلا ترفع القبعة للمدرب ولهداف. فعلا وتحليلك دقيق جدا لحال برينتفورد وتذبذب مستوى السيتي الغير معهود كما ذكرنا. اسماعيل، إشراقة الموسم الكروي في الدوري الإنجليزي نيوكاسل طبعا يتغلب على تشيلسي بهدف دون مقابل. الحقيقة يعني فريق نيوكاسل أنا مش متفاجئ من اللي بيحصل معاه. الفريق من بداية العام 2022 هو من أفضل فرق ومن أكثر فرق حظا النقاط. الفريق من ساعة تعيين إيدي هاو المدرب مسك نيوكاسل في بداية العام 2022 كان الفريق بيقبع في المركز الأخير من البريمير ليج، لكن منذ تعيين المدرب إيدي هاو الفريق تحول تماما مع طبعا الدعم المادي اللي حصل، لكن في ذكاء بالاستثمار من الجانب السعودي اللي اشترى نادي نيوكاسل. الدعم ما اتاش بشكل عشوائي، لا اتى بشكل منظم بناء على رغبه المدرب، وده طبعا يعني انعكس على اداء الفريق. مدرب يعني جلب الصفقات اللي هو عايزها، اللعيبه اللي بيحتاجها، شفنا ما عملش صفقات كبيره او اسماء رنانه، لكن جاب لعيبه هو محتاجها، جاب لعيبه تقدر تنفذ السيستم اللي عايز يلعب بيه. فطبعا ده بان وانعكس على اداء الفريق. فريق السنه دي توهج بشكل كبير، بقى عنده يعني ترابط اكتر، بقى في فكر واضح. الفريق بقى بيلعب لعب مباشر بشكل يعني صعب جدا ومرعب جدا على الخصوم. توهج ابرز من نجم منذ بدايه الموسم سواء دفاعيا او هجوميا، كل ده طبعا بيصب في مصلحه المدرب اللي قدر يعمل التوليفه دي ما بين اللاعبين عشان تظهر بالشكل اللي احنا بنشوفه ويكون مفاجئ للجميع. لكن المتابع جيد للبريمير ليج هيعرف ان ايدي هاو مش اول مره يعمل كده، عمل كده برضه مع نادي بورنموث لما كان ماسكه من 5 سنين من الدرجه الرابعه وقدر يصعد بيه كل الدرجات لحد ما قعد فيه في البريمير ليج 2 سنين او اكتر. فهو مدرب مشاريع، مدرب قادر نعمل منظومه تكون ناجحه داخل البريمير ليج. فده بنشاهده حاليا في الدوري. كمان من حسن حظه الفرق اللي بتنافسوا على المقاعد الاوروبيه بتمر بازمه زي تشيلسي زي ليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد، كل دول المفروض الطبيعي ان هم يكونوا في المراكز المقدمه، لكن طبعا من حسن حظ ايدي هاو وتكليلا للمجهود اللي عمله هو والعناصر اللي معاه ان هم يستحقوا ويختموا الدور الاول او يختموا ال 14 جوله قبل توقف كاس العالم في المركز الثالث علشان يكون الفريق اقوى خط دفاع مناصفه مع ارسنال، ويكون برضو اقل فريق انهزم برضو مناصفه مع ارسنال، انهزم مباراه وحيده كانت امام ليفربول. فالفريق بيعيش حاله جميله جدا مع المرون وكالم ويلسون وجوزيف ولو والعناصر الدفاعيه والهجوميه تريبيير. فنيوكاسل عامل حاله جميله فعلا السنه دي زي ما حضرتك قلت، يعني عامل حاله، وده بيكسر نوع ما الملل والتعود اللي كنا بنشوفه في البريمير ليج ما بين الانديه اللي ضمن مراكزها والانديه اللي بتنافس بشكل مستمر زي السيتي زي الليفر او الانديه اللي بتنافس على مقاعد اوروبيه، ارسنال، مانشستر، تشيلسي، توتنهام. ابتدى يحصل حاله من الانديه الحديثه زي برايتون زي نيوكاسل، طبعا نيوكاسل عريق بس اقصد استعادته مره ثانيه، تصدر ارسنال، كل ده بيدي متعه وبيدي رونق للدوري الانجليزي وبيعود علينا احنا كمشاهدين ومتابعين للدوري الانجليزي بالمتعه. صحيح فعلا، دخول فريق نيوكاسل إلى مربع الكبار يحدث ضجة في الكرة الإنجليزية ومتعة طبعا مضافة إلى الإثارة في البريمير ليج. كابتن أحمد، أيضا فريق توتنهام فاز بشق الأنفس على ليدز 4-3. فريقين ليدز قدموا وجبة كروية مباراة رائعة من أجمل مباريات الدوري. يعني نجح أصحاب الأرض في خطف فوز صعب من ليدز يونايتد اللي أثر تحسن في الأسابيع الأربعة. فعلا ليدز يونايتد عم بيطور وعم بيقدم عروض تليق باسم هذا النادي العريق. يعني شفنا شلون تحول في المنظومة العمل الجماعي، شفنا شلون في تحول وتدرج من العمق إلى بالضبط تدرج من خط الدفاع إلى خط الوسط ونقل الكرات القصيرة. كان في كثير في ادراك في بين اللاعبين انه اللعب على الارض والانتقال خلال اللمسات القصيره تاركين التحول السريع الى القصيره بالمشاركه في الهجمات وتراجع خط الوسط قليلا الى الدفاع. هو كان بس يعيد طريق الليتس. لعب توتنهام مباراه العمر وضغط بشكل قوي وسيطر على وسط الملعب
طبعا ما يقدر الجاري ما قدر الجاري كثير فترات كثير من المباراه كانت المساحات يمتلكها فريق توتنهام، وطبعا نجح في المرتدات التسجيل عن طريق رودريجو، وظل يضغط حتى وقت اخر مباراه حتى اللي يراجع عبر اللاعب المتميز اللي كان ادى فعلا مباراه جولي مباراه عبد الفتاح اللي احرز تعادل في الدقيقه 1-2 واضاف في الدقيقه 83 هدف الفوز الرابع طبعا من خطا المنظومه الدفاعيه لفريق ليدز يونايتد. فريق ليدز يونايتد اظهر تحسن وتطور كبير في المراحل الاربعه من الدوري، بس بيضل بيفقد طبعا بيفقد العنصر والمنظومه العمل الجماعي في منتصف الملعب الخصم. يعني شفناه هو في منتصف ملعبه عم يقدر يسيطر عم يقدر يمرر الكرات العرضيه، فالانتقال الى مرحله الهجوم في منتصف ملعب الخصم عم يفقد خطوره، وهذا الشيء بيعيد فريق ليدز واهدافه قليله طبعا في الدوري، على عكس فريق توتنهام عم بيقدم عروض ثابته ونجمه هاري كين عم يعني عم بيقدم مستويات رائعه. غياب سون قد يكون يعني له الاثر، بس كمنظومه عمل جماعي فعلا فريق توتنهام بين الاربعه الكبار اتوقع انه يكون في هذا الدوري. نعم اسماعيل، ايضا مانشستر يونايتد يعود من ميدان فولهام بانتصار ثمين للغايه باقدام الارجنتيني الواعد غارناتشو في اللحظات الاخيره من المباراه. طبعا كلنا تابعنا قبل شويه المباراه، كانت مباراه عصيبه شويه نوعا ما، كان التعادل هيكون عادل، لكن مانشستر قدر يخطف الفوز في اخر دقيقه المباراه واخر هجمه في اللقاء كانت لجرناتشو. بس الأمانة المباراة كان بالنسبة لي تتلخص في كريستيان إريكسون، لعيب بيمتلك حس عالي جدا من الكورة ومن إحساسه بالكورة وإحساسه بالمكان. كريستيان إريكسون قادر في ضم بتعيد يخلص لك المباراة بباصة أو بتحرك أو بتصويبة، لعيب بصراحة رهيب جدا. النهاردة تحركه العظيم في الهدف الأول الشوط الأول من بعد تمرين البرومو، يعني تحرك في ظهر الدفاع بشكل ممتاز جدا، قدر يقدم يعني الإضافة في العمق الهجومي، وفي نفس الوقت قدر يخلي مانشستر يونايتد يقدم في الوقت اللي كان فولهام فيه ضعف. كمان في آخر اللقاء كل البوادر والمؤشرات بتقول إن فولهام بعد ما تعادل هو اللي هيكون أقرب للفوز، وفعلا ضغط والمدرب ماركو سيلفا عمل تغييرات هجوميه ونزل يعني اكثر من لعيب هجومي، اللعيب اللي سجل الهدف دانيال جيمس ولعيبه ثانيه هجوميه. لكن على عكس سير اللقاء قدر مانشستر يونايتد بتمريره ساحره من كريستيان إريكسون وعن طريق اللاعب الشاب اللي بقدم مردود عظيم جدا من ساعه يعني تصعيده للفريق الاول اللاعب الارجنتيني غارناتشو، انه سجل الهدف بطريقه جميله جدا نوعا ما فيها جزء اتحمله بريدلين والحارس فولهام. لكن يعني الامانه مانشستر يونايتد قدر يعود بفوز ثمين جدا، يعني هيديله ثقه انه يكون منافس على المراكز الاربعه السنه دي، واعتقد ان مانشستر يونايتد حالته هتكون بعد كاس العالم افضل من كده مع عوده المصابين كريستيانو رونالدو انتوني سانشو، في اكتر من لعيب غايب رافائيل فاران، لعيبه كثيره غايبه عن مانشستر يونايتد النهارده، لعيبه بتلعب زي برونو فرنانديز بتلعب اغلب الفترات اللقاء ناحيه اليمين بسبب اصابه اكتر من لعيب طبعا مع بعد خروج ايلانجا اللعيب الشاب. فمانشستر يونايتد اعتقد التوقف ده هيكون سلاح ذو حدين لفرق يعني بتمر بشكل كويس جدا، التوقف هيجي عليها بشكل سيء، وفرق اعتقد هيبقى امس الحاجه للتوقف اللي هيحصل بتاع كاس العالم ده زي ليفربول وزي تشيلسي، ان هم يعيدوا ترتيب البيت مره اخرى علشان لو كان ليهم فرصه ان هم ينافسوا على شيء السنه دي يلحقوا يعملوه يلحقوا يجهزوه يلحقوا يحضروه، سواء عن طريق الانتدابات او حتى عوده المصابين. اعتقد التوقف اللي هيحصل بتاع كاس العالم ده هيكون سلاح ذو حدين، زي ما قلنا في فرق هتستفاد منه وفي فرق هتتضرر منه، الفرق اللي ماشيه بفورمه كويسه زي ارسنال او نيوكاسل اعتقد ان التوقف ده مش في صحه، الفرق دي اكيد ماشيه بفورمه كويسه ولو كانت لعبت كانت هتكسب تاني وهتعزز مراكزها، لكن التوقف ده الله اعلم ايه اللي هيحصل بعديه، وزي ما قلنا التوقف الدوري ده هيكون ايجابي للفرق وسلبي للفرق. فعلا كاس العالم ستكون نعمة ونقمة على الفرق، فرق هنا وهناك. وصلنا لنهاية حلقة الليلة، في الختام كل الشكر لضيفي الكريمين من حلب الكابتن أحمد وفا شعار المدرب والمحلل الكروي، ومن السويس الإعلامي إسماعيل يوسف، ويبقى الشكر لكم مشاهدينا على كرم وطيب المتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.